أربع وديات هي حصيلة الزمالك في معسكر برج العرب، المعسكر الذي طلبه البرتغالي جوميز من أجل التحضير للموسم الجديد، موسم سيخوض فيه الزمالك العديد من المباريات، موسم يستهله الزمالك بالدفاع عن لقب الكونفدرالية. أولى مباريات الزمالك في الموسم الجديد ستكون أمام الشرطة الكيني الذي تأهل لدور الاثنين والثلاثين من بطولة الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة البن الإثيوبي ليضرب موعدا مع الزمالك. الفارس الأبيض سيواجه الشرطة الكيني في 14 من سبتمبر في لقاء الذهاب، وبعدها بأسبوع ستكون مباراة العودة وهي ثاني مواجهات الزمالك في سبتمبر. ثالث اللقاءات في شهر سبتمبر ستكون بمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، لقاء يساوي بطولة، وهو لقاء القمة الذي تنتظره الجماهير على أحر من الجمر في إطار الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد. انتظم الزمالك في معسكر الإسكندرية، خاض مواجهتين وديتين، الأولى أمام سبورتينج وحقق الفارس الأبيض الفوز بثلاثية، ثم واجه الشعلة السعودي وحقق الفوز بنفس النتيجة، مكاسب بالجملة حققها الزمالك من معسكر برج العرب. واتفق الفارس الأبيض على خوض مواجهتين في ختام المعسكر. المواجهة الودية الثالثة ستكون أمام رايا وتقام في 10 من صباح السبت، أما المواجهة الرابعة ستكون في 6 من مساء السبت أمام الشرطة العراقي، لتصبح حصيلة الزمالك في معسكر برج العرب 4 وديات.